الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى في الجو الجميل بتاع البتنجان ده هو بنتكلم عن عنصر البورون. عنصر البورون من العناصر اللي هي بتعتبر من العناصر الصغرى في النبات، واللي النبات بيحتاجها بكميات صغيرة، ولكنها في الأهمية ما تقلش أهمية عن العناصر الكبرى زي ما قلنا قبل كده. عنصر البورون يعني احتياجات النبات ليه بكمية قليلة جدا يعني، والعلماء هنا قسمولنا المحاصيل من حيث احتياجها، محاصيل الخضر من حيث احتياجها لعنصر البورون إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى وهي يعني بتحتاج البورون بكمية كبيرة شوية، يعني احتياجاتها للبورون عالية شوية، ودي على رأسها البنجر واللفت والكرومب والبروكلي والأرنبيط، ودول تقريبا من العائلة الصلابية، كلهم يتبعوا العائلة الصلابية تقريبا ما عدا البنجر طبعا من عائلة الرمرامية على ما أتذكر يعني. كده في بعد كده في المجموعة التانية وهي ذات احتياجات متوسطة من عنصر البورون، والمجموعة الأولى بتحتاج للبورون اللي هي عالية في احتياجات للبورون في حدود نص جزء في المليون، نص جزء في المليون. المجموعة التانية احتياجاتها متوسطة ودي بتحتاج البورون من 1/10 إلى نص بي بي إم أو جزء في المليون بارت بير مليون، ودي على رأسها الطماطم والخس والبطاطا والجزر والبطاطس والبصل. بعد كده عندي في محاصيل حساسة للمحاصيل الخضر حساسة للبورون، يعني ما تحتاجش البورون غير من 1/10 جزء في المليون بي بي ام، ودي يعني زي على رأسها البسلة والفاصوليا والبطاطس. ده طبعا تصنيف أستاذنا الدكتور أحمد عبد المنعم حسن مصنفه في الكتب بتاعته. دي بالنسبة لاحتياجات النبات من عنصر البورون. تمام، في البورون بيتواجد كلما قلت درجة الحموضة بتاعت التربة أو البي اتش بقى منخفض، كل ما زاد تيسر البورون، يعني بقى أصبح في صورة ميسرة. والفلاح أو المزارع اللي مش عارف صورة ميسرة يعني، أنا قلت لك قبل كده صورة ميسرة يعني أنت عندك قدامك 2 كيلو لحمة، كيلو لحمة مستوي أو عاملينه كباب وتمام التمام، وكيلو لحمة جه من عند الجزار قدامك الاتنين، أنه الميسر ليك تاكله؟ هتاكل طبعا اللحمة المستوية، أما اللحمة المش مستوية لا يمكن طبعا هتقدر تاكلها. دي اللي بنقصد بيه حتة تيسر العنصر يا جماعة، وده بيقطع بحاجات مالكش انت دعوة بيها، انت راجل مزارع. تمام، في الأراضي الحامضية او البي اتش بتاعها منخفض اقل من 7 بيتيسر عنصر البورون ويكون موجود حتى من الصخور الحاملة لعنصر البورون ده هو في التربة. طب في اراضينا احنا في الوطن العربي اللي البورون فيها البي اتش فيها بيبقى عالي شوية، تمام، ده فيها تيسر للبورون؟ لا بالصراحة ما فيهاش تيسر للبورون غير اللي انت ممكن تضيفه يبقى مع المادة العضوية، او ممكن تضيفه انت اضافات ارضية، او ممكن بتدخل بالفولير ابليكيشن او التسميد الورقي. تمام، عندنا مصادر كتير لعنصر البورون، ممكن حضرتك تحط البوريك اسيد، و في اخر الفيديو انا بعرض لك البوريك اسيد اللي موجود عندنا بنستخدمه، وده بنستخدمه بكميات بسيطه جدا، يعني البيت المحمي ده هو يعني لا يتعدى 200 جرام، البيت ال 2000 متر لا يتعدى 200 جرام في الموسم واحد او ربع كيلو بكتيره، لانه 99.9% البوريك اسيد اللي فيه. تمام، بعد كده في الأراضي الحامضية بقى هم عندهم مشكلة البورون بيضده، هو مسالم ما بيضدش أي عنصر بس ما بيسلمش من العناصر الكبرى، وعلى رأسها الكالسيوم بيضد عنصر البورون. تمام، لذلك هم في الأراضي الحامضية اللي في أوروبا اللي فيها بورون عالي، أو في المية بتاعت الري عندهم في عروق مية فيها بورون عالي،
فبيستخدموا الكالسيوم علشان هو بوقف البور. السؤال الوجيه اللي كل المزارعين بيسألوه، يقول لك يا عم تم البورون أساسا متحد مع الكالسيوم، وكل المركبات الكيميائية اللي بيجيبوها لنا الشركات بتكون عبارة عن كالسيوم وبورون، وإيه اللي بيحصل؟ انتوا شوفوا يا جماعة، حتة دي التركيبات البورون مع الكالسيوم دي حاجات يا جماعة بيعملوها ناس كيميائيين متخصصين، علماء متخصصين في القصة دي، وكل واحد معروف ان هو شاطر في شغله، فبيركبوهم بتركيبة ما بحيث ان هو ما يقبلش التضاد بين الاتنين، ولكن يبقى في اتفاق بطريقة معينة، بحيث انك انت بترش في وقت التزهير او غيره، فبيبقى عندك العنصرين مع بعض اللي هو الكالسيوم والبورون طبعا، عشان ما يحصلش نقص كالسيوم، وان البورون هيزود لك من عملية حيوية حبوب اللقاح. وحيوية حبوب اللقاح دي يا جماعة عايز اقول لك يعني ايه حيوية، يعني ايه حيوية حبوب لقاح، يعني ايه حيوية حبوب اللقاح دي، يعني انا بقولها دايما. يعني شوف، في انسان بيجامع الست بتاعته ومع ذلك ما بيحصلش حمل، ليه؟ لان الحيويه بتاعت الخلايا الذكريه اللي عنده او الحيوانات المنويه بتبقى ضعيفه، فما بتقدرش تخترق البويضه بتاعت الست ويحصل الاخصاب او يحصل الحمل، تمام؟ هي القصه دي بالظبط. يعني ايه؟ يعني البورون ده بيدخل في الحيويه بتاعت حبوب اللقاح، بيزود من الحيوية بتاعة حبوب اللقاح، ولذلك بيحصل لما بيحصل تلقيح بيحصل إخصاب على طول، لأن حبوب اللقاح عندها حيوية وعندها نشاط، وبالتالي بتقدر تعمل لي عملية الإخصاب وبتكون لي الثمرة بعد كده، تمام؟ طيب، واحد يقول لي طب ما أنا برش بس ما بيحصلش. بترش وما بيحصلش نفس القصة برضو، لازم يبقى فيه نائل يا جماعة. يعني تقول لي الكوسة، طب ما احنا بنرش وبيبقى المستوى كويس وما بيحصلش. ما انا بقول لك ما فيش اللي نقل حبوب اللقاح، حبوب اللقاح اوريدي موجود، بس انت عندك خلايا نحل مثلا بتحط على الزهرة المذكرة بتشيل حبوب اللقاح في رجليها وبتروح على الزهرة المؤنثة بطريقة من عند الله كده، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل شيء في الكون يعني عارف هو بيعمل ايه. النحلة بتحط على الزهرة المذكرة، بتاخد حبوب اللقاح في الكوسه وبتروح على الزهره المؤنثه بتحطها، بيحصل كده عمليه التلقيح، بيحصل عمليه الايه؟ الاخصاب. فالحيويه ان هي بتبقى حبوب اللقاح عندها نشاط وحيويه، بحيث ان يحصل عندي لما يحصل تلقيح يحصل بعد عمليه الاخصاب وتبقى كويسه في والجماعه طبعا انا مش تخصص من قصه القصه بتاعت مش عارف بيسموها ايه، انت عارف ان تخصصي انا في الاول وفي الاخر تغذية يعني، ولكن ده من الخبرة بس مش اكتر يعني. طيب، بنتكلم بقى عن ايه؟ عن الـ 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 البورون بيعمل لي ايه يا جماعة؟ البورون زي ما قلنا ان هو بينشط لحبوب اللقاح، وبيساعد في زيادة نشاط العديد من الانزيمات اللي جوه النبات، وبيعمل لنا عملية ضرورية لانقسام الخلايا. اهم وظيفة للبورون، ودي حاجة كويسة جدا يا جماعة، إن الجدر ده يا جماعة فيه مسمية. يعني إيه مسمية؟ يعني فيه ثقوب اللي هي بتمتص لي العناصر الغذائية من التربة وبتطلعها على بقية النبات. البورون ده بقى بيعمل لي على اتساع أو بيزيد من مسمية الجذور دي، وبالتالي بيزيد من انتقال الكربوهيدرات، وبالتالي بيحدث أقصى تراكم للنشا والسكريات في النباتات اللي بتحتوي على كمية غير كافية منها، تمام؟ فهو بيزود لي المسامية بتاع الجذر، وبالتالي بتلاقي فيه بتلاقي فيه النقل بتاع العناصر من خلال الجذر بيكون كويس، لأن المسامية بتكون كويس. في حاجات تانية بصراحة كتير يعني مهم في تمثيل البروتين والكلام ده كلته، بس الأهم برضه عندي حاجة، إن هو بيعمل لي عملية تنظيم، بينظم النسبة بين الكالسيوم والبوتاسيوم في النبات. اعرفها وخلاص، هي موالها طويل وعايز نحكي فيها كتير، ولكن يعني فترات الفيديو بتكون قليلة شوية، تمام؟ اهم شيء ما توصلش للتركيز الحرج. اخطر ما في البورون يا جماعة ان البورون اساسا مشكلته في الفرق بين الحدود اللي بسموها الحدود المثلى او الحد الكفايه، تمام، السفشنت يعني، الى حد السميه التوكسيتي،
بسيط جدا، الفرق بينهم بسيط، فلذلك دي خطورة البورين. يعني ممكن نبات واحد جزء في المليون، مجرد ما يزيد جزء اتنين جزء في المليون يحصل سمية للنبات، ودي أخطر حاجة بتواجهنا في قصة العنصر البورون اللي احنا بنتكلم عليه. فناخد بالنا من القصة ده، هي كويس يا جماعة. الأعراض بتاعت نقص البورون، معروف إن هو بيعتبر البورون من العناصر غير متحركة زي ما قلنا داخل النبات، وعلى ذلك بتظهر الأعراض على النموات الحديثة أولا. يعني في القمة النامية بتبص في تحلل أو في حاجات كده بتحصل، يعني زي حاجة تحلل للقمة النامية كده، أو زي ما تكون ناشفة كده، ودي بتلاحظها دايما في الخيار. في الخيار برضو ساعات بنظهر على الخيار بيظهر عليه ان الثمره بتبقى فيها ظاهره التقشف، مقشفه كده ومشققه، تمام. ولو كسرت الخيار يا جماعه، وانا قلتها قبل كده في فيديو، بتلاقيها فاضيه من جوه، بتلاقيها فاضيه من جوه، في ثقب كده مرر في الخياره من الاول للاخر، في الثمره بتاع الخيار من الاول للاخر، ده دليل على نقص البور. البورون بيؤدي لبعض النقص، البورون بيؤدي لي لبعض الظواهر الفسيولوجية اللي بتصيب النباتات، زي العفن اللي في بنجر السكر، تمام. العفن اللي فيه لما تفتح كده تلاقي ظاهرة القلب الفارغ في بنجر السكر، او تلاقيها العفن في القلب بتاع بنجر السكر، تمام. وبتلاقي فيه البطاطس طبعا لما بيحصل برضو فيها، بتلاقي فيه التفاف في الأوراق بتاعة البطاطس. وبتلاقي برضو لو برضو المحصول ضرني زي اللفت دهوت، بتلاقي برضو ظاهرة التفريغ أو القلب الأسود، أو اللي بسموها البنجراية، لما بتفتحها كده بتلاقيها سودة، فيها مصطلح كده مش فاكره دلوقتي. وبرضو اللي فيه تلاقي القرص بتاع القرنبيط فيه سواد كده، فده برضو دليل على نقص عنصر البورون، تمام. نصيحتي لحضرتك انك انت لما بتضيف البورون، يا ريت يا ريت يا ريت، عشان نخلي نفسنا من المسؤولية دهيا. ليه؟ لان الموضوع ده مشكل كبير جدا يا جماعة، انك انت تضيف البورون بأي وسيلة، انت ما انتش عارف التركيزات ولا الحاجات ديت بتضيفها، ولا انت عارف التركيز بتاعه في التربة عندك قد ايه. اشرب شاي بس شوية. ولا انت عارف تركيز البورون قد ايه في التربة بتاعتك. طب تعمل ايه في القصة دي؟ اعمل ايه انا في القصة دي؟ العمل الوحيد ان انت تعمله في القصة دي انك تجيب البورون الرش. ليه؟ الرش ده انت بترشه على النبات، واللي مركب الرش ده ناس كيميائيين عارفه هي بتعمل ايه، وعارفه التركيز كويس، وكاتبه لك التركيز على العبوه. ويا ريت في البورون بالذات ما تستنصحش ويقول لك مثلا 1 جرام على اللتر تحط لي انت 5 جرام، دي كارثه كبيره. يعني ما يا ريت ما تستنصحش وتدخل لنا في الموال ده هو، يا ريت اللي مكتوب بالظبط تنفذه بالظبط، ما تزيدش عليه، تمام؟ لان البورون بيعمل مشاكل كتير. بعض المديرين اللي انا شفتهم، يعني ناس ما شاء الله عليهم عباقرة، لما حد الشركات بتاعت بنجر السكر تروح تأجر عنده، بيشترط عليه ان هو يضيف كمية معينة من البورون، تمام، وممكن ما يأجرش خالص كمان. ولما كنا مثلا نروح نأجر ارض نزرعها بطاطس ولا حاجة، يبقى كنا نسأل عن نشوف الهوستري بتاع الارض بتاعها، او التاريخ، كان في بورون قبل كده مضاف قبل كده، لو مضاف بنأسر السلامة وما بنرضاش نأجر الأرض دهيت، لأن البورون معروف إن البنجر بتضاف له كمية بورون كتيرة وممكن تكون في الأرض. دايما الفلاح يقول لك الأرض اللي بتتزرع بنجر سكر بيبقى البورون فيها ضعيف، تمام. البنجر بيبقى فيها البورون ضعيف، بيبقى فيها قصدي الزرعة اللي بتتزرع بعدها بتبقى ضعيفة. الأرض البنجر السكر، الزرعة اللي بتتزرع بعدها بتكون ضعيفة. بتكون ضعيفة ليه؟ أولا لأن البنجر السكر بيشيل كميات كبيرة معاه، لأن المحصول بيبقى كتير 30 أو 40 طن، وقد تصل ل 50 طن كمان في بعض الأماكن، تمام. في الكمية ال 50 طن اللي طلعت أزاحت كمية كبيرة من العناصر، دي رقم واحد. رقم اتنين، قد يستخدم
انت كميات كبيره من البورون، وبالتالي بتعمل لك مشكله للمحصول اللي بيعقب محصول البنجر السكر اللي احنا اتكلمنا عليه ده. هو بتمنى يعني ان انا اكون اوجزت ولو حاجه بسيطه من عنصر البورون. الفيديو طويل شويه، ولكن يعني والله انا على ما قدرت المه بشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ده يا جماعه البوريك اسيد، اهو البوريك اسيد 99.9%، تمام. ده البوريك اسيد اهو، ده الكيس بتاعه. ده البوريك اسيد يعني بالنسبه للناس اللي عايزه تستخدمه. طبعا الاستخدام بتاعه بيكون حذر وبكميات لا تتعدى، قلت واحد او واحد جزء في المليون. اهو يا جماعه ده البوريك اسيد اهو، حاجة أبيض زي الدقيقة. هو ده البوريك أسيد أو حمض البوريك أهو، اللي هو ده، شايف بوريك أسيد أهو 99.9%. أنا ما بقولش نحط ده، إحنا بنقول يا ريت نحط مركبات إحنا جاهزة، بحيث إن بنركبها ناس كيميائيين او ما عندهمش مشاكل في التركيزات بتاعتهم، لان هم عارفين هم عاملين ايه بالظبط، يعني عشان احنا بس ما نعكش ونعمل مشاكل للنبات بتاعنا الموجود او النبات اللي قد يزرع بعد الدوره دي. يعني بشكركم من الساحه الخضراء اللي احنا فيها دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.